السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونكسن ما أنت وحان إذا لو ذا جيا أفر الرماد أو أسور الجلين كرتا قفك دلني رضه إنه هلا لما نهي ونلاش لو ذا جي لها وأفر الرماد أو لبكنا أم رجنا وكهلي كرا جبردي مناسب كهيد دمر كنا يكهلي كران نكي مناسب كها ما جبردنا يكهلي كرتا نكي مناسب كها أفرت أريمود هدي أدي لاليسيد أما أتكود قنتيد وحان رجينا يا قفكي نلاش هذا كم مناسب كها يا دوني سينا تلي كرتيد قدب ككوباد وقفكو إن لما يسترنان دونو آدمها أنت بدن وحش عليا وح ولبا وح أوجوك وروح ذا بدن أما أوجوس الرأي إن النقدان بين آدمكو وأرين وليه لكن آدمه مرة ما يسترنا هدبا سي أدبل أرنتا وحكاسة عيد كرام كوجت المامو قطبو وحاتشرة دورة وإسر تاجا قطب كوباد وحوية بغدينتا أما دكتوني ذا لبدا أرثمود با وعقبت إسهر تاك تقف لما استرنانتي ودوني إنو سمايو تسالحان مركا أدوني سيدينات قف نولاش اللو داكتيد وحلقي يابا إنا تكبقتي تقف كاسي إنو نقضو إنا نقف لما استران نقن تلماميه أدوني سيورن آنت كود هلين أما بقديني أي كاقبتو قف كاني أمو حمانا أمو نقضا قف أن نولاش هذا كحبونين أرمت فرحد قفك كويدا مركب بقدين تأيي كتخلص أما إسكا إلالي بقدين تأيي دكتوني ذا بيارات كأه أنا أنت كله إيه حكتا وحوية قفكو إن أو إنت بدن إن أو كبعيو أما لو قبهن يهي إن أو كبعيو تلمامها وناكسن إن أو كتغنا تلمامها حن وهو بالقفك تلمامها وناكسن ولي يهي تصالحان قفك رنت بدن وين وذا شعلنا هاي قفك الداعدة أهوين وذا شعلنا هاي قفك الديقسي أهوين وذا شعلنا هاي قفك الدين تلي دغن كلي وين وذا شعلنا هاي وتلمامه وناكسن قفك تلمامها حنا وين نعبنا هاي وين قفك مركا كدة دالا سيدي وكبعين لها تلمامها وناكسن يولي هاي وانا إنو اسكدة يا إنو احكب الدلاء وهوس وديقو تلمامها حن يولي هاي وحلقة يا با إنه سويدين يسيد سيبان كو أغان كرا تلمامها وناكسن يان لي هاي إيه تلمامها حن يان لي هاي وحاد إكتا دتكا إهل كاغا قرابة دادا إيو أصحاب تادا كدبنا وحا آد ديوان جلسا أما آد قرطا شنقف أو آد سليا دهي وادتك أقوان أكسن إهل كاقيا أصحاب تادا شنطة المامو دي كوان أكسن يهين وحاد سيدو كلا قرطا دتك آد سليا دهي ملاها ويحو يهين أما دقان أهان آديك دقان كودو كما عجبين وديدن تاي شنطة الرمو دي كوحو يهين أرن تاسي وحيكا ساعديسا قفكي آد دونيسي تلمامها أوليهي إنا تلكن كده حركتي هدي عاد انت سميسيد وحاد هلي كرتا تلمامها دبتا اه اي كوكو ساعدي كرا قفكا ادوني سيد نولاشينا دلو داكتيد اديقونا وحاد كوبعين كرتا تلمامها قوانا اكسن اما الدبيع عدها اقا ايا دقنة دوانا اكسن ادلي اضهي ايو وحاد اسكيرين كرتا دبيع عدها حن ادلي اضهي وحاد شراد دبيع عدها بدانو بنا ادمكو وبدالي كرو اما هدي او تببر وقاته وقت جليه وحكي بدلي كرو مركا وين هذا لبذا با كدة عشاء وقت جلسه مال مكهر وحان ذكوي دي برتيدا فيسبوكا رج يدمر با قفكو تلمامها وشعلي هاي لما نها إنه لش لو ذاك يدونه بلين وقذب بيو مكوي يلا بيد أهدو عاد بني ذي كم هتعلن يا إن بدنا ودين كم دي ودي لو ذاكتين تلمامها تعيشين مركي أنا أخريي تلمانت كوباد دين بين نقطي تلمانت اللباد دبيعة يدقن وناكسن أي نقطي تلمانت السدحاد مش يجمع قن يسي تلمان بدن بات آد وترين يسين ضد العقد يقف كون وقعن فرني هاي دقسني ماذا دا عدني موقف تلمامي تلمامها تلمامي يسيد مركو هراء أدوغو قضب بيسو وقضب كاللباد
ee ku suuragelinaya inaad dooratid qofka nolosha kula wadaagaya waa inaad tidhaahdaa qofka tilmaanta iyo tilmaanta iyo tilmaanta iyo tilmaanta leh ayaan doonayaa. Kadib waxa aad isweydiisaa dadka tilmaanta leh xaggee baan ka heli karaa? Tusaale ahaan, hablaha waxaa baryahan dambe lagu xantaa inay aad u jecel yihiin nimanka six bagga leh ama biraha qaadqaadee jiimka ciyaara. Ka warran gabadhu haddaanay weligeed jiimba tegin ama aanay garanayn goobihii jiimka iyo ka ag dhowaa, macnaheedu waxa weeye qofkaa meeshii laga doonayay ma garanayso, ma hayso. Gabadha diinta leh oo diinteedu maasha allah qof diin la doonaysa waxay ka doonaysaa masaajidka iyo goobaha cibaadada iyo khayrka ayay ka doonaysaa. Marka qofku goobta uu wax ka doonayo waa in uu garanayaa oo hadba goobtii ku habboonayd waa inuu ka doonaa. Qodobka saddexaad, qofku waa inuu leeyahay skilliska dadla dhaqanka, inuu daacad yahay, dadka la dhaqmi karo, inaanu misaaji ahayn qof yacni muudhkiisa hadba waxa uu yahay dadka kula dhaqma. Waa inuu garanayaa sida uu qofka u soo jiidan karo oo uu yacni daacad u yahay. Qodobka u dambeeya ee aan ku soo gabagabaynayay afraad waxa weeye, malaha xumayn qofka, malaha ka xumayn. Haddaad qof kasta xumaan un ka filatid, waxaa hubaala aadamuhu boqolkiiba boqol ma aha. Qofka aad doonaysid haddii uu ku qodobaysan yahay waxan iyo waxan iyo waxan baan ku doonayaa, suuragal maaha qof boqolkiiba boqol saxan inaad heshid, laakiin waa inuu percentage ku leeyahay. Boqolkiiba intaa qofku hadduu yahay qofka aad doonaysay, alxamdulilah soo dhowee, nolosha la wadaag, malahana ha xumayn. Mustaqbalka waxaas inuu igaga yimaadaa laga yaabaa oodhan. Insha allah haddii aad afartaa qodob si fiican ugu dhaqantid, waxaan rajaynayaa qofkii nolosha kula wadaagaya saxda ahaa inaad si fudud u heli kartid. Intaan insha allah muuqaalkan muuqaalka xiga ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa. Salaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.